لا بالفعل انك الكل لا يختلفون اثنين بانه النجاحات اللي حققت الجامعه في السنوات الاخيره يعني على جميع الاصعده سواء الانفراستركتور سواء الماليه الى غير ذلك من القبيل والوضوح وبالخصوص في العلاقات الخارجيه يعني العلاقات الدوليه مع الكاف مع لا فيفا الى غير ذلك. ولكن حان الوقت الان باش نكبوا على المشاكل الداخليه وعلى القاعديه يعني المشاكل القاعديه والحلول من اجل الارتقاء بالمشهد الرياضي بصفه 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 عامه وكره القدم بصفه خاصه. الا انه ولاحظنا من خلال المداخلات لدى السيد الوزير لدى السيد رئيس الجامعه السي فوزي القزاع اتضح بان هناك وتيره ديال العمل بواحد السرعه تفوق الوتيره باش غادي الفرق. لذلك طلبت منه بان نوحدوا نفس السرعه ويكون هناك نقاش ما بين الانديه لانه ما يكونش نقطه الوصول تكون توصل فيها الجامعه قبل الفرق لان خصنا نوصلوا جميع. لذلك طلبت بان حتى حنا نرفع من 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 الوسيره وعلى اساس باش ننفذوا هاد 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 القرارات اللي تخداو اليوم ونزلوا على ارض الواقع افيك دي ديكري دابليكاسيون وتكون مواكبه من طرف الجامعه لهاد الفروق باش ننجحوا هاد العمليه وما تكونش تنزيل في مره واحده يعني خصو يكون تدريجي.